أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام، ويا هلا فيكم مرحبا من فرع جدة شارع الستين شمال دوار الفلك أمام البيت. وأجمل من وصلنا في قسم السيراميك صحون الشالكي بالحجم الوسط، والقطعة بسعر 5 ريال و75 هللة، متوفرة بأربع ألوان والكمية محدودة. ولكل اللي كانوا بيستنوا طقم الشالكي وفرنا لكم من جديد وبكمية جدا محدودة، اللي كانت حابة تاخذ تلحق عليه، توفر عندنا اليوم من جديد، والقطعة بسعر 5 ريال و75 هللة. استهلوا كل الدلع وكل الجمال من قسم السيراميك، وفرنا لكم تشكيلة جديدة باللون الأبيض السادة، وسعر القطعة 5 ريال و75 هللة، طبعا موجودة بعدة مقاسات مختلفة، واستخدام العافية. يا جمال الألوان والخامة، صحون السيراميك اليوم جدا متميزة وألوانها جذابة، تقدروا تاخذوا القطعة بسعر 5 ريال و75 هللة. جددي سفرتك مع رمضان واستخدام العافية. وصلت في حرم الجمال جماله، شوفوا معايا جمال القطع وأناقتها وسحر سعرها. تخيلوا انكم تقدروا تاخذوا القطعة بسعر 5 ريال و75 هللة، بصراحة السعر مجنون، والخامة ولا أروع. وحتى إذا كنت تحبي الستايل المشجر وفرنا لك من قسم السيراميك، وراح تاخذ القطعة بسعر 5 ريال و75 هللة، لحقي عليه لأنه الكمية محدودة. وبأجمل النقوش وأجمل الزخارف راح تلاقوا أواني السيراميك عندنا، وبسعر القطعة الواحدة 5 ريال و75 هللة، متوفرة منه 3 أحجام ولا أجمل، لحقوا عليه لأن الكمية كمان محدودة. وجمال الميلامين اللي ما حد يقدر يتخطاه اللي توفر عندنا اليوم، إذا كنت حابة تاخذي سفرة كاملة متكاملة باللون الأبيض السادة، راح تلاقيها عندنا وبسعر 5 ريال و75 هللة للقطعة أو المغلف، متوفرة كل الأحجام الصغيرة والكبيرة، المربع والدائري، وبسعر ولا أروع. ولعيونكم كمان وفرنا لكم حامل الصحون باللون الذهبي، الحجم الصغير ياخذ 6 قطع والحجم الكبير ياخذ 3 قطع، وبعدة أشكال جدا جميلة، سعر القطعة 5 ريال و75 هللة. وجمال الميلامين اليوم عندنا التباسي الحلوة، بأحجام وأشكال مختلفة، متوفر باللون الأسود الحاف الذهبي، تقدر تخلوها تباسي توزيعات لأن حجمها كبير، وتستخدموا التباسي الحلوة في البيت لضيوفكم ولعائلتكم الحلوة، وأتمنى تشاركوني تنسيقاتكم الجميلة. من رف الأكواب لمحبين الكوفي والأكواب الكبيرة والمشروبات الدافية، راح تلاقوا عندنا تشكيلة جدا واسعة وخيارات لا محدودة، وسعر القطعة بس ب5 ريال و75 هللة. سواء كنتوا تحبوا الفناجين أو الأكواب الصغيرة أو الكبيرة، راح تلاقوها عندنا، وتقدروا تاخذوها تطقموها، أو ممكن تاخذوا الحجم اللي يناسبكم وتحبوه، وسعر القطعة ب5 ريال و75 هللة. كل الألوان اللي ممكن تخطر على بالكم وأنتوا تحبوها وتفضلوها، راح تلاقوها عندنا في أكواب القهوة، وبسعر 5 ريال و75 هللة للقطعة الواحدة. وبعد قسم الميلامين راح تلاقوا حافظات الأكل المقسمة، ممكن تحطوا فيها المكسرات أو التمور، وراح تنسقوا فيها كل الأشياء اللي نفسكم تنسقوها مع بعض بحافظة واحدة، وسعر القطعة 5 ريال و75 هللة. ومن قسم البلاستيك وفرنا لكم كاسات البلاستيك القهوة الباردة والمشروبات الحلوة اللي حابين تاخذوها معاكم لكل مكان،
المغلف 6 كاسات وبسعر 5.75 ريال. هللا. من أكثر الأدوات اللي تحتاجيها في مطبخك الصفايات، سواء سيليكون أو بلاستيك راح تلاقيها عندنا وبسعر 5.75 ريال. هللا. المميز بصفايات السيليكون اللي توفرت عندنا اليوم إنك تقدري تخزنيها بطريقة أسهل وبدون ما تاخذ معاكي أي مساحة. ولو كنت حابة كمان الصفايات البلاستيك راح تلاقيها عندنا وسعر القطعة 5.75 ريال. هللا. ممكن تدمجي القطعتين وبشكل ولا أروع، والألوان جدا جميلة. المنتج الرهيب كمان في قسم سلات الخضار والفواكه، كمان راح تلاقي سلة على شكل قلب بغطا بلاستيك، وتقدر تستخدميها صفاية وممكن تستخدميها سلة، وبسعر 5.75 ريال. هللا. متوفر منها ألوان متعددة واستخدام العافية. تميزي وتألقي بأجمل وأحلى المنتجات وأروعها، وكمان السعر الرهيب اللي راح يعجبك. شوفوا معايا من سلات البلاستيك الخضار والفواكه وبسعر 5.75 ريال. هللا. الحجم كبير والألوان جدا جميلة. بصراحة أشياء رمضان تشوق وتشهي جدا. شوفوا معانا الشهر جاينا، الله يبلغنا إياه يا ربي بصحة وسلامة. شوفوا معايا جمال القطع بالألوان الحلوة وبسعر 5.75 ريال. هلا. قسم الخشبيات في مجمع الشامل متألق وجدا واسع، وخيارات ما راح تنتهي ولا راح تشبعي منها. شوفي معايا الأحجام والأشكال وبسعر ولا أحلى. القطعة الواحدة ب5.75 ريال. هلا. القسم كبير والأفكار تحير. ومن قسم البرطمانات الزجاجية راح تلاقوا البرطمانات الكبيرة بسعة 3.75 ملي، وسعر القطعة 5.75 ريال. هللا. ممكن تخزنوا فيها عدة أشياء، والحجم والشكل جدا جميلين. أحلى المنتجات وأجملها لعيونكم يا أجمل متابعين. وفرنا لكم المنظمات البلاستيكية باللون الأبيض والأسود والرمادي والبيج وبسعر 5.75 ريال. هللا. للقطعتين صراحة جدا جميلة، وحتنظم لكم أدراجكم بشكل مرتب. وأحلى منتج وصلنا اليوم منظم المكانس وحتى المساحات، راح يختصر عليكي مساحة كبيرة وبسعر 5.75 ريال. هللا. للقطعة الواحدة. شوفوا معايا طريقة استخدامها، راح توفر عليكي المساحة وراح تنظم لك المكانس والمساحات وبشكل ولا أروع. ومن قسم الأواني البلاستيكية راح تلاقوا سلة المهملات بأحجام وألوان وحتى أشكال مختلفة، وسعر القطعة 5.75 ريال. هللا. ومن قسم الحافظات راح تلاقوا حافظات الطعام بالحجم المتوسط، ممكن تحفظي فيها طعامك داخل الثلاجة، ممكن تاخذيها لطلعاتك، وكمان ممكن تستخدميها منظم لأغراض أخرى غير الطعام وبسعر 5.75 ريال. هللا. للقطعة الواحدة. شوفوا معايا جمال الألوان وحتى المنتج، وتاخذ القطعتين بسعر 5.75 ريال. هللا. تقدر تستخدمه منظم أقلام أو فرش، وحتى تقدر تخلوه سلة مهملات في السيارة، ممكن تخلوه كمان منظم ملاعق أو سكاكين، له عدة استخدامات وسعره ولا أجمل. ومن قسم الحافظات كمان وفرنا لكم حافظات الكيك بألوان وأشكال جدا جميلة، وسعر القطعة 5.75 ريال. هللا. جاهزين لرمضان والأكلات الحلوة بغض النظر عن الوزن بعد رمضان. شوفوا إيش وفرنا لكم، آلة صنع اللقيمات أو لقمة القاضي بالحجم الصغير والكبير، وسعر القطعة 5.75 ريال. هللا. وطبعا ما ننسى أهم صنف على سفرتنا في رمضان، السمبوسة. وفرنا لكم قالب صنع السمبوسة بأكثر من شكل وأكثر من قطعة في المغلف، والمغلف سعره 5.75 ريال. هللا. عدة الطبخ راح تلاقيها كاملة ومتكاملة في مجمع الشامل، سواء كنت تحبيها بلاستيك أو سيليكون راح تلاقيها عندنا بالخامتين. ممكن تفردي فيها كريمة الحلا، أو ممكن تعملي فيها صوص البيتزا وبشكل ولا أروع. المغلف بسعر 5.75 ريال. هللا. الأكواب المعيارية أو ممكن حتى الملاعق المعيارية راح تلاقوها عندنا بجميع الأشكال والأحجام، والمغلفة بسعر 5.75 ريال. هللا. ومن قسم البلاستيكيات راح تلاقوا مناشف الاستخدام لأكثر من مرة، الرول فيه 48 قطعة وبسعر 5.75 ريال. هللا. طبعا جدا عملية ومفيدة ومريحة بنفس الوقت. ولكل اللي كانوا بينتظروا الرف المتنقل وفرنا لكم من جديد بسعر 5.75 ريال. هللا. متوفر باللون الأبيض، صراحة جدا عملي وجميل.
طلباتكم أوامر يا أعز وأغلى من يطلب. رجعنا وفرنا لكم الكرة السيليكون لتخفيف التوتر، وكمان جدا حلوة ومفيدة لتمارين اليد. ورجعت توفرت رغوة الاستحمام وبسعر 5.75 هللة للقطعة الواحدة. انتوا آمروا وتدللوا.